السلام عليكم. في هذا الدرس سنشرح شو هو الاستيج. الاستيج هو الانترفيس او الواجهة اللي تظهر عندي على الشاشة. طبعا زي ما كنا ناخدها في سوين، سوين كانت اسمها فريم، لكن في الجافا اف اكس اسمها استيج. طبعا هو الجافا اف اكس بتعتمد على زي مثلا زي السينما، فيها مسرح وفيها عدة مشاهد. اوكي تمام، هذا طبعا راح نفهمه في التفصيل لقدام مع الامثلة. طيب نيجي نعمل هنا، نعمل ران. اوكي تمام، قلت لما نعمل ران حقول اكزامبل ران سينجل، بس لكن ما راح تظهر الواجهة. تمام، بس يخلص يعمل ران، هاي طلع لي ران بس لكن ما ظهرت الواجهة. ليش؟ لانه الستيج بتكون في حالة الديفولت اللي هو هاي مخفية. فانا بقول له ستيج دوت شو، فلما اعمل له دوت شو هيعمل ليش اظهار لها. تمام، هيعمل لها ران، ظهرت عندي اللي هو الستيج. طيب لكن ما في تايتل، كيف انا ممكن احط تايتل؟ حاجة اقول له الستيج دوت سيت تايتل. سيت تايتل مثلا اقول له فيرست البروجرام، او مثلا قول له ايش example 1. تمام، طيب واجي اعمل هنا run. طيب زي ما انتم شايفين انا عملت ايش، كتبت example. طب لكن لو انا بدي اصغر مثلا، بدي الستيج هذا حجم معين، تمام، بديش يكون كبير كتير. طيب باجي بقول مثلا، بقول له stage dot set width. set width انا بحدد له عرض معين، باجي بقول له 300. اوكي تمام، باجي بقول له stage dot set height. set height بدي له طول معين، بقول له 300. لو جيت اعمل run هنا هتلاقي انه ايش، ظهر لي 300 في 300. طيب لو انا جيت مثلا هنا عملت تكبير للواجهه، مثلا بقدر اعمل تكبير وتصغير بهذا الشكل. اوكي تمام، طب لو انا بدي مثلا اقول له لا، يعني لو وصل مثلا ل 300 ما يقدرش ايش يصغرها. تمام، طيب نمسح هذول بس، نجي نكتب stage stage dot set minimum هيك من width. يعني هذا ايش معناتها؟ معناتها مثلا بحطها 300، معناتها انه هو اقل width ممكن يصله 300، غير 300 ما يقدرش يصغر. تمام، طيب باجي بقول له عكس هنا stage dot مثلا لل height dot set min height. set min height 300. طيب لو جيت انا اعمل هنا run. اوكي تمام، وجيت اعمل هنا ايش، تصغير، هتلاقي انه انا قاعد بسحب بس لكن ما صغرها للاخر. وجيت هنا ما صغرها للاخر زي ما طبوا قبل شوي شفنا. ليش؟ انا قلت له من هايت ومن ويث 300. تمام، طيب في عندنا عكسها وهي الماكس. الماكس هي اكبر ويث واكبر هايت 300، وغير هيك انت بتقدر تصغر لاقل من 300. تمام، زي ما شايفين هي 300 في 300. تمام، لو جيت انا اصغر، لو جيت اصغر بصغر عادي جدا. تمام، بس لكن لو جيت اكبر ما راح يكبر الا 300 و300. اوكي طيب، قلت لو جينا مثلا هنا وشفنا اللي هو في عندي، لو انتم شايفين هنا قلت له ستيج هنا ران. اوكي، جاب لي هنا في المنطقة هاي. طب انا لو بدي مثلا اجيبها مثلا في المنطقة هاي، بدي اجيبها في المنطقة فوق، المنطقة الأعلى، شايفين الماوس وين؟ فوق هاد. ايش باجي بقول له؟ باجي بقول له في عندي هنا مثلا بقول له ستيج دوت سيت اكس. سيت اكس مثلا بقول له ايش؟ اللي هو مثلا قديش طولها، مثلا حط لي مثلا 700، حط لي في الاكس 700. اوكي تمام، طيب بقول له ستيج دوت سيت واي. سيت واي مثلا بقول له في الواي مثلا الصفر. اوكي تمام، لو جيت اعمل ران هنا، تمام، هتلاقي ظهر لي اياها فوق هان. تمام، ممكن اصغرها تحت، ممكن اصغرها هان. اوكي تمام، طيب لو انا شلتها مثلا وقلت له مثلا واي مثلا خلي لي 500، هتلاقي مثلا ظهر لي اياها هنا في المنطقه هاي. بس بقول له ران، هتلاقي هنا ظهر لي اياها وين؟ هنا. تمام، شايفين هنا هي 700 والواي قديش؟ 500. تمام، طيب طب في عندي حاجه جدا يعني رهيبه، هي الست اوباسيتي. الست اوباسيتي هي الشفافيه. طبعا الشفافيه حتكون واحد، ديفولت واحد. اوكي، لو انا جيت عملت ران هنا هتلاقي انه ايش، عندي ظهرت تماما، ما فيش فيها اي شفافيه. انا ممكن اعمل شفافيه مثلا بقول 0.8. 0.8 حتقل شفافيتها 2 من 10. زي ما شايفينها، شايفين كيف صارت، يعني مش واضحه وضوح زي ما كانت كليا. طيب عشان توضح اكثر، لو قلت له مثلا نص، جيت عمل له ران، تمام، حاجة عمل له ايش، هتلاقي انه شفافيتها كتير، يعني شفافيه كتير معموله. تمام، يعني نص، يعني راح لونها، يعني صار لونها يعني النص. تمام، يعني انت ممكن تلعب قد ما بدك فيها. طبعا هذه رهيبه، يعني ممكن تكون نمال مع الانيميشن بتطلع ايش كتير رهيبه. طيب في عندي حاجه ثانيه هي السيت فيزابل. سيت فيزابل هي حتكون تكون تو. تمام، شو هي الفرق؟ يعني شو سيت فيزابل؟ سيت فيزابل انا بقدر انا ايش اعملها تكبير.
تمام. زي ما شايفين انا بقدر اعمل ايش تكبير، لو جيت اعمل هنا يعني بقدر انا ايش اكبرها تمام. طيب بس نشيل هاي عشان توضح الفكره اكثر. باجي بقول له هنا ران وجيت اكبرها هنا بهذا الشكل، هتلاقي انه ايش كبرت تمام. طيب بالنسبه لهذا اللون الاسود، هذا اللون الاسود اللي هو يعني المسرح المهمل يعني، او يعني المكان المهمل اللي مش راح يعرض عليه شيء تمام. لكن اللون الابيض هذا اللي هو راح يعرض عليه المشاهد تمام. طيب مثلا هذه زي لو انت كنت قاعد في السينما وجا عندك مشهد معين، او مثلا يعني بطل معين بيكون الضوء مسلط عليه، البطل هذا بيكون الضوء مسلط عليه باللون الابيض، اما الباقي حيكون باللون الاسود. طبعا هذا ممكن يعني هي فكرتها اللون الاسود، ليش؟ انه هذا مش حيعرض عليه اي شيء، لكن هو اللي حيعرض عليه اللي هو اللون الابيض. طيب قلت له انا بدي اعطي اللي هو سيت الزبون، بدل هي فولس بقول له إيه؟ بدل ما هي تو بجي بقول له ايش فولس تمام. بجي بقول له ايش فولس. طيب لو جيت اعمل ران هنا هتلاقي انه انا ايش ما بقدرش ايش اعمل ايش تكبير تمام. طيب في عندك ايضا دوال كتير ممكن تجربها، في عندك الست مثلا تعدل الايكون، ممكن مثلا لما تضغط على كلوز مثلا يسكرها، في عندك الست سينز هذه تعرض فيها المشاهد، طبعا هذه راح نشرحها في الدرس القادم. نشوفكم الدرس القادم ان شاء الله يكون درس بسيط واستفدتوا منه. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.